لكن خلونا قبل ما نبتدي بهذه الحلقه اللي هسمع فيها كل اتصالاتكم الهاتفيه باذن الله، نقول انه الحقيقه انه موضوع تعيين المستشار عدلي منصور ما زال يعني 50-50% لحد دلوقتي، يعني حتى هذه اللحظه ليس لدينا معلومه مؤكده بان المستشار عدلي منصور قد قبل التعيين في مجلس الشعب. معلوماتنا كلها بتقول انه حصل عرض وان هو يعني في الاغلب قد يكون قبل التعيين، لكن ما نقدرش نؤكد ولا ننفي، يعني عندنا معلومات لكن لا نستطيع لا نؤكد ولا ننفي هذا الخبر، نتمناه طبعا لكن حتى هذه اللحظه لا نستطيع ان نؤكد ولا ننفي الخبر. حبيت بس ان انا اكون دقيقه في المعلومه